السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد، ولكن قبل بدايته لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، والذي من خلاله راح نشارك معاكم تغيير جذري في يعني الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، أين تم طرد مدرب منتخب الكاميرون توني كونسيسا، وتم تعيين مدرب جديد راح نتعرفوا عليه ونعرفكم عن الإنجازات نتاعه، وكذلك يعني كيف هذا التغيير الحساس لمنتخب الكاميرون سينعاد خيرا على المنتخب الوطني الجزائري في المباراة الفاصلة إن شاء الله. طبعا راح نشارك معكم جميع التفاصيل، راح نشارك معكم من هو هذا المدرب الجديد وما هي أبرز يعني إنجازاته كمدرب وكذلك كلاعب وماذا قال عليه سامويل إيتو، راح نتعرفوا على جميع التفاصيل. فإذا كنتم تشاهدون للمرة الأولى رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا انستغرام الظاهر امامكم. طبعا اعزائي الكرام، كما اكدنا لكم سابقا وبذلك بشكل رسمي، لانه ايام كونسيساو هذا المدرب البرتغالي اصبحت معدوده مع الاتحاد الكاميروني لكره القدم، اين القضيه تطورت واصبحت قضيه وطنيه يتحكم فيها رئيس دوله الكاميرون وليس فقط الاتحاد الكاميروني لكره القدم، لانه باختصار سامويل إيتو سابقا اراد طرد يعني توني كونسيساو من تدريب المنتخب الكاميروني لثلاثه اسباب. السبب الاول هو أن الجمهور الكاميروني كان يطالب بهذا الشيء، السبب الثاني هو أنه فشل في التأهل إلى النهائي وكذلك خوض النهائي أمام منتخب مصر أو السنغال، المهم هم فازوا بالمركز أفضل ثالث منتخب في بطولة كأس أمم إفريقيا، والسبب الثالث والذي عمل قلق في البيت الكاميروني هو أنه هذا المدرب توني كونسيساو عنده مشاكل مع أحد نجوم منتخب الكاميرون ألا وهو تشوبو موتينغ لاعب نادي بايرن ميونخ، والذي يعد من أحد أهم القطع الأساسية في تشكيلة منتخب الكاميرون، والذي هذا الأخير تشوبو موتينغ هدد بعدم العودة إلى المنتخب الكاميروني إلا في حال تم تغيير المدرب. فسامويل إيتو كان عنده جميع الأسباب به يطرد كونسيساو من يعني تدريب المنتخب الكاميروني، وبما أنه سامويل إيتو كان من أحد نجوم منتخب الكاميرون السابقين، عنده بعض اللاعبين اللي كانوا يلعبوا معاه سابقا في المنتخب الكاميرون، يعني كانوا قد يعني تولوا تدريب بعض المنتخبات، وطبعا أعزائي الكرام صديقه وهو سونغ هو الذي أصبح مدربا لمنتخب الكاميرون. من بعد كبرت الحكاية أعزائي الكرام، وطبعا الحكاية أصبحت وزارية، أين تدخل وزير الشباب والرياضة وقال هم أنا هو اللي راح نقرر واش سيتم طرد توني كونسيساو أم راح نخليه كمدرب لمنتخب الكاميرون. من بعد رد عليه سامويل إيتو وقال له أنا هو اللي راح نتحكم في الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، ما تدخلش روحك. من بعد كبرت الحكاية أعزائي الكرام باختصار شديد ووصلت إلى يعني رئيس الكاميرون، هو اللي أصبح القرار بين يديه، واش راح يطردوه أم راح يخليوه مدربا للمنتخب الكاميروني. وأكد لنا اليوم أعزائي الكرام باللي أنه رسميا تم طرد توني كونسيساو المدرب البرتغالي للمنتخب الكاميروني اليوم، وتم تعيين مدربا جديدا وهو قائد منتخب الكاميرون السابق ألا وهو يعني ريغوبرت سونغ، والذي أكد لنا أعزائي الكرام الاتحاد الكاميروني لكرة القدم باللي أنه تم تعيين سونغ مدربا جديدا للمنتخب الكاميرون لكرة القدم خلفا للبرتغالي توني كونسيساو. كما أكد وزير الشباب والرياضة أنه تم تعيين هذا المدرب الجديد سونغ مدربا يعني للكاميرون خلفا لأنطونيو كونسيساو بتعليمات من سيد رئيس الجمهورية، يعني رئيس جمهورية الكاميرون هو الذي تدخل وهو اللي عين هذا المدرب الجديد وبطبيعة الحال بقرارات من سامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني الحالي. طبعا أكد لنا نفس يعني الوزير الشباب والرياضة قائلا كان يتعين على الاتحاد الكاميروني لكرة القدم اتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل السماح لمنتخب يعني الأسود التي لا تقهر أن يكون في أفضل الأحوال الممكنة لمواجهة الاستحقاقات الرياضية القادمة بدءا بالملحق المؤهل لمونديال قطر سنة 2022 أمام المنتخب الوطني الجزائري. بالنسبة لسامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم واللي كانت عنده الكلمة الأولى والأخيرة في تعيين هذا المدرب أعزائي الكرام، صرح قائلا الاستحقاقات القادمة للمنتخب الوطني الكاميروني تتطلب اتجاهات جديدة ونفحة جديدة، وهذا ما فعله بالضبط يعني سامويل إيتو، أعطى نفحة جديدة لمنتخب الكاميرون. بالنسبة لهذا المدرب سونغ أعزائي الكرام، ما هي إنجازاته مع يعني المنتخب الكاميروني وكم من منتخب يعني درب سابقا، هي أيضا إنجازاته كلاعب كرة القدم. طبعا لمن لا يعرف سونغ، سونغ هو من مواليد 1 يعني يوليو 1976، مولود بالكاميرون، هو مدرب كرة قدم كاميروني وكذلك لاعب سابق، كان قد لعب في صفوف أندية كثيرة منها ميدز، ليفربول، ويست هام يونايتد، ونادي كورن، وكذلك نادي لانس الفرنسي، ثم لعب في الدوري التركي مع نادي غالاتا سراي وترابزون سبورت.
كان قائد المنتخب الكاميروني في الفترة التي تمتد بين 2000 حتى 2010، وشارك في 4 بطولات كأس العالم، واستطاع أن يفوز معهم ببطولتي كأس الأمم الإفريقية سنة كل من 2000 و2002. طبعا أعزائي الكرام، هذا المدرب يعني كان مدافعا مع منتخب الكاميرون، وكذلك يعني درب المنتخب الكاميروني للفئة الأولى سنة 2016 إلى 2018، وطبعا عمل كمدربا للمنتخب الكاميروني بشكل مؤقت في الفترة سنة 2018. أما بالنسبة بعد سنة 2018 أصبح مدرب المنتخب الكاميروني تحت 23 سنة، أي بمعنى آخر كان مدربا للمنتخب الأولمبي. وطبعا كمدرب ما عندوش إنجازات كثيرة جدا، لأنه كان يدرب فقط بدون نتائج مبهرة بشكل كبير جدا. وبما أنه يعني ما دربش المنتخب الكاميروني في الفترة الأخيرة، ممكن أنه راح ينجح، ممكن أنه راح يفشل في قيادة المنتخب الكاميروني في هاتين المباراتين القادمتين أمام وضد المنتخب الوطني الجزائري، مباراة حساسة، وطبعا جاء في وقت حساس جدا. انا يعني حسيت بهذا التعيين لان منتخب الكاميرون يعني انتحر بسبب هذا القرار. علاش؟ لانه سونغ على بالنا باللي مدرب منتخب يعني تحت 23 سنه، وكان مدرب للمنتخب الكاميروني السابقه سنه 2016 2018، ولكن يعني ما عندوش نفس الكتيبه التي كان يدربها سابقا، فممكن انه ما راحش يتفاهم مع بعض اللاعبين، ممكن انه ما راحش ينجح في اول مباراته كمدربا جديدا للمنتخب الكاميروني حاليا. فهذا التعيين انا بالنسبه لي اراه ايجابي اكثر من سلبي. كونسيساو كان مدربا للمنتخب الكاميروني، يعرف المجموعه، يعرف كيفاش يعني يقود المجموعه، وكذلك مسيطر على المجموعه، ولكن هذا المدرب يعني احتمال كبير جدا انه راح يفشل، ونسبه الفشل مقارنه بنسبه النجاح هي يعني كبيره جدا انه يفشل اكثر ما ينجح. هذا التعيين انا اعتبره كما قلت لكم انتحار لمنتخب الكاميرون، ولكن بالنسبه لنا ان شاء الله نكون احنا هم الفائز الاكبر في هذه النقطه وفي هذه القضيه. المدرب هذا ما عندوش انجازات كثيره كمدرب، ولكن كلاعب عنده انجازات بطبيعه الحال ما شاء الله عليه، ولكن كمدرب يعني مش تلك الخبرة الكبيرة، أو خليني نقول تلك الإنجازات مثل الكوتش جمال بلماضي. يعني كاين فرق كبير عزيزي الكرام، بلماضي دار الهول مع منتخب قطر ويعني مع الأندية القطرية، وكذلك حتى مع المنتخب الوطني الجزائري. فهذا كما قلت لكم انتحار من منتخب الكاميرون، والمنتخب الجزائري هو المستفيد الأكبر بهذا التغيير الطارئ الذي حدث في البيت الكاميروني. فترة التوقف الدولي راح تبدأ في 21 من شهر مارس، ما راحش يكون عنده يعني وقت كبير جدا باه تعود المجموعة إلى الكاميرون، يعني اللاعبين اللي لعبوا في الخمس الدوريات الكبرى يعودوا إلى الكاميرون يعملوا تربص قبل المباراة الفاصلة. فهذه النقطة إيجابية للمنتخب الجزائري، وفرحت بزاف يعني عندما تم تعيين مدربا جديدا لمنتخب الكاميرون، لأنه فرصة النجاح يعني باه تنجح، باه تدخل ديراكت في مسار النجاح مع منتخب راك عاد يعني توليت منصب مدرب باه تقود هذا المنتخب، يعني احتمال ضئيل جدا انك راح تدخل في طريق النجاح مباشره. انا هكذا نخمم اعزائي الكرام. اما بالنسبه لكيفاش المنتخب الكاميروني راح يكون متدعم، طبعا راح يتدعم بلاعبين مثل تشوبو موتينغ اللي كان عنده خلاف مع المدرب السابق توني كونسيساو اللي ما حبش يخليه يجي للمنتخب الكاميروني، وكذلك حتى اللاعب يعني تشوبو موتينغ عمل تهديد للمنتخب الكاميروني وقال باللي ما راحش نزيد نرجع للمنتخب الكاميرون حتى يتم تعيين مدربا جديدا لمنتخب الكاميرون. هذا ما حدث بالضبط، فعوده تشوبو موتينغ راح تكون رسمية، ولكن رغم ذلك المنتخب الأكبر المستفيد في هذه النقطة هو المنتخب الجزائري أكثر من منتخب الكاميرون. الجماهير الكاميرونية حاليا سعيدة بشكل كبير جدا حسب ما طلعت أنا حاليا في مواقع التواصل الاجتماعي، سعيدة جدا بهذا التغيير، سعيدة جدا بهذا المدرب، لأنه أنا كنت نشوف يعني كنت نجيب لكم أخبار عن المنتخب الكاميروني هم عندهم فكرة باللي أنه ما نجيبوش مدربين يعني من جنسيات أخرى، هم كانوا حابين يجيبوا مدربين من طينهم يعني من الكاميرون، مدرب محلي باه يقود المنتخب الكاميروني الى انجازات باغين وطامحين لها، ولكن يعني احتمال كبير جدا انه راح يفشل، وحنا ماذا بنا اذا يفشل ضد المنتخب الوطني الجزائري. على كل حال هو راح يتلقى الدعم من الجمهور، راح يتلقى الدعم من يعني رئيس الكاميرون الذي هو كان سببا في تعيين هذا المدرب الجديد، وكذلك حتى من سامويل ايتو، ولا ننسى لانه هذا المدرب الجديد لمنتخب الكاميرون كان زميل وصديق حاليا لسامويل ايتو.
فاحنا نتمنوا كل التوفيق للمنتخب الجزائري وما نتمنوش التوفيق لمنتخب الكاميرون صراحه. احنا ماذا بينا المنتخب الجزائري هو اللي يفوز الي روتور، ورانا عارفين باللي انه راح تكون كولسه من العديد من النقاط غير استناوها، ولكن هذا الخبر يعني نوعا ما بالنسبه لي كان مفرح اكثر مما هو مفاجاه غير ساره للمنتخب الجزائري. انا شفتها مفاجاه ساره، لانه مقارنه بين يعني انجازات بالماضي وانجازات المدرب سونغ الجديد لمنتخب الكاميرون، يعني كاين فرق كبير اعزائي الكرام، فرق كبير وشاسع جدا. والكفه راح تكون لصالح المنتخب الجزائري تحت قياده الكوتش جمال بالماضي، وان شاء الله المونديال راح نتاهلوا له بطبيعه الحال. كان هذا فيديو اليوم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام.